Merci Luc. Bonjour. Bienvenue à Menzel Bourguiba. Vous pouvez nous donner des informations à propos de ce test d'aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi je suis recruteur pour des entreprises canadiennes qui cherchent des employés dans le domaine de la métallurgie principalement. Et puis donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, ce sont des soudeurs. Des soudeurs qui ont peu d'expérience pour faire un travail de soudure qui est un peu répétitif. C'est la production qui est comme ça en usine au Canada. Donc on est ici à Menzel Bourguiba pour pouvoir évaluer les connaissances en soudure de ces gens-là qui ont terminé l'école depuis quelques temps quand même. Et puis ils sont ici, ils font des tests pratiques sur une norme canadienne qui est la FCAW sur des soudures semi-automatiques avec du fil fourré, qui sont les normes, les procédures de soudure qu'on utilise dans les usines au Québec, d'où je viens. Donc, on recrute pour une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, notre client est ici avec nous. On pense embaucher 10 soudeurs. Et puis, si ça va bien, si la qualité de la main-d'œuvre est là, on va peut-être en embaucher 15 pour aujourd'hui et demain. ما بيك عايشك عشوية سهيب السعيداني نسكن في منزل بورقيبة عندي بي تي بي تكنيسيان سودير المنيوم وجاي لهنا اليوم باش نعدي كونكور معناها ريكريتمون تاع سودير كان سهل ربي السوسيتي هذه كنديان معناها وان شاء الله ربي سهل لنا وماذا بينا معناها العباد الكل معناها تشارك فيها فهمت كيفاش واللي عنده معناها طموح وعنده دبلومات وعنده واحد يقدم معناها وديما يطمح المخير فهمت كيفاش وان شاء الله ربي سهل وذاك هو جاوبت على الاسئله الكل. الكل انا جاوبت انا عطيتك غير مزيع شباب. وكان ما عديتش. والله اسم سي مدير وجي مسي. هو ساعي اسمه المركز القطاع التكنين في البناء المدني بمنزل بورقيبة. بيت عشون. بتاع شون تعرف بتاع شون. اختصاصه البناء المدني. اليوم معنا وفد جاء صاحب مؤسسة كندية مع المكتب المسؤول على انتقال يد العاملة في اختصاص الحمل والبناء المدني لفئة المؤسسة الكندية عن طريق مكتب تشغيل العمل المستقل بتونس نظرا للنقص الكبير في اليد العاملة في قطاع الحمل والبناء المدني في كندا المؤسسة الكندية طبقا للتجارب السابقة اللي كانت ناجحة توجهت السوق التونسية للاختيار يد الاختيار فنيين في اللحام وفي البناء المدني بصفة عامة وفي قطاعات أخرى العملية تقع عن طريق مكتب تشغيل العمل المستقل خاصة إدارة العلاقات الدولية كل إنسان عنده دبلوم اختصاص الحام بناء معدني معليه كان يتصل بالسيت ويب بتاع الانيتي الكونكور يطلع في لانونس تطلع في السيت ويب بتاع الانيتي يشاركوا يقع انترتيان مع الكنديين المعنيين بالامر اللي ساعي انسوا فيه القدرة على إتقان اللغة الفرنسوية مع مؤهلاته في السي في يقع انتقاله أوليا في المرحلة الأولى يعيطوا لهم يجيو بحثنا هنا المركز باش يعديو امتحان تطبيقي إذا كان نجح في التطبيقي مع محادثة تقع في المركز زادة مع الكنديين مباشرة ومع ممثلي مكتب تشغيل العمل المستقل وعلى ضوء الامتحان التطبيقي وعلى ضوء المحادثة تقع يقع كزمان انتقام بصفة نهائية لاختيارهم باش يتحولوا لكندا بعدين تقوم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتحضير أوراقهم ومستلزماتهم باش يلتحقوا
بكندا في المؤسسة بطبيعة الحال. المؤسسة اللي جات مش تنتقي دي ما يكون ممثل من المؤسسة ولا مدير المؤسسة دي له هو الحاضر. كما توعنا مدير المؤسسة الكندية دي حاضر. معناتها الوفد الكندي هو كشركة ولا ما نعرفش هما اللي معناتها اللي يختاروا مش انتم هما اللي يختاروا. احنا ما عندنا حتى ضلع في الامور هذه. يقع الاختيار على مستوى تونس. انتم تعطيهم مثلا 1000 شخص احنا ساعات يقولوا لنا نعطيونا اش عندكم من خريجي المركز. اي نعطيهم خريجي المركز الكل. من دوره 2007 والدورات السابقه الكل حتى لاخر دوره عندنا. هذا يعان. أما هم راهو عاديا يأخذوا من القائمة الموجودة في مكاتب التشغيل في كافة مكاتب التشغيل يأخذوا من الباز متاع مكاتب التشغيل. وبطبيعة الحال الناس اللي تدخل الانترنت وتلقى في السيتويب متاع الانيتي الكونكور وتبعث السي في متاعها هم أكيد لا مش يتصلوا بهم. دونك هذه فرصة باش نقول الخريجي مركز التكوين المركز القطاع التكوين في البناء المعدني بمنصب بورقيبة اللي خريجي المركز الخاص لولاد الجهة باش يعطيونا أو يحطوا في مكتب التشغيل معطيات صحيحة ودقيقة كما أرقام الهاتف نتاعهم صحيحة قاعدة تمشي الزميل نتاعهم البريد العنوان البريد الإلكتروني نتاعهم صحيح والعنوان الشخصي صحيح. خاطر احنا هنا نلقاو برشا مشاكل لو حتى مع المؤسسات تبعث المؤسسات تطلب الدبلومي نبعثوا له القائمة من داخل يجي المركز في الدورات السابقة حتى لآخر دورة اللي أنه عدد الشركات تتصل بي وتقول راه لقينا صعوبة في الاتصال بالأشخاص هذا يا رقم الهاتف ما تجاوبش يا بدل رقم الهاتف ويا ماهوش موجود يا ما يحبش يمشي شيء من هذا القبيل. دونك فرصة باش نقول الخريجي مركز التكوين المركز قطاع التكوين البناء المعدني بمنصب بورقيبة باش يعطيهم معطيات دقيقة وصحيحة على شو اسمه أرقام هاتفهم وعناوينهم. واضح. ويتصلوا ديما يدخلوا ديما للست نتاع الانيتي ما فيها باس. يدخلوا ديما للست نتاع الانيتي باش ما يجيش نهار من النهار تقول أنا في باليش. راديو صوت من الصوت ومنكم الصدر.